أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية الخاص بإلزام ما وصفها بالقنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية. ووصف هيكل في تصريحات لبي بي سي ما حدث بأنه بادرة طيبة من الجانب التركي تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين. وأضاف هيكل أن صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن الخلافات بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين. وكان الرئيس التركي أردوغان قد صرح بالأسبوع الماضي بوجود اتصالات بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أنها ليست على المستوى الأعلى ولكنها قريبة منه، وأعرب عن أمله في أن تتواصل هذه المساعي بشكل أكبر. وينضم إلينا من اسطنبول عبر الهاتف الدكتور أيمن نور رئيس قناة الشرق. أهلا بك معايا دكتور أيمن، ولو ممكن يعني حضرتك تحطنا في تفاصيل إيه اللي حصل تحديدا. هل ده كان قرار مفاجئ؟ هل كان في مقدمات لي وصلتكم بالفعل؟ الحقيقة أنا تلقيت دعوة بالأمس بصفتي رئيس أحد القوى الوطنية المصرية وبصفتي مالك لقناة الشرق ولست رئيسا لها. هذه الدعوة كانت في أحد الجهات السيادية الهامة في تركيا. تم التعرض لملف العلاقات المصرية التركية وما طرأ عليها من تطورات في المرحلة الأخيرة، وتم التعرض لأن الطرف المصري لديه تحفظات لها علاقة بأداء بعض القنوات المصرية التي لا تبث من تركيا لكنها لديها مكاتب أو لديها شركات إنتاج إعلامي موجودة في تركيا. ناقشنا الأمر بوضوح، كان هناك بعض الملاحظات أحطني بها الجانب التركي. الحقيقة بعض هذه الملاحظات مصدرها الطرف المصري وبعضها ملاحظات غير دقيقة، و يعني تصورنا أن الحل في هذا الإطار هو الاحتكام لمواثيق الشرف الإعلامي والصحفي، وبناء عليه كان اتفاق مبدئي بعد حوار استمر حوالي ساعة ونصف ان احنا سنلتزم اكثر فاكثر بالمواثيق الخاصة بالعمل الإعلامي والصحفي، واحنا كمان طلبنا الجانب التركي ان يطلب من الجانب المصري زي ما الثلاث قنوات اللي موجودين في اسطنبول سيلتزموا بهذه القواعد. في 103 قناة مصرية الحقيقة لا تلتزم بالحد الأدنى من قواعد ومواثيق الشرف الإعلامي. طلبنا ان يكون هناك التزام متبادل من الطرفين، وهذا ما تم. لم يكن هناك حديث عن إغلاق القنوات أو عن تسليم الإعلاميين أو عن تسليم المعارضين. الحقيقة مثل هذه الأمور يعني أنا سمعت عنها من قنوات بتصدر في بعض الدول العربية، يبدو أنها كانت تعبر عن تمنياتها لكنها لم تعبر عن الحقيقة من وجهة نظري. طيب دكتور أيمن، يعني في حضرتك ذكرت ان تم الاتفاق على ان احنا على ان انتم تلتزموا اكثر واكثر بميثاق الشرف الاعلامي في تركيا، وان زي ما حضرتك ذكرت ايضا ان طلبت ان القنوات المصرية ايضا تلتزم بميثاق الشرف الاعلامي. لكن دكتور أيمن خليني اكون صريحة معاك، البعض بيقول ان القرار نفسه جه متأخر، يعني ان لو كنا في اي دولة ديمقراطية وكان بيتم بث بعض المحتوى اللي بيتم نشره فعلا على القنوات دي هناك كان هيتم ايقافها، وكان من الوارد ان هو يتم وضع يعني عقوبات عليها. يعني حضرتك مش عايزني اذكر بالتاكيد، انا مش عارفه والله، اكيد حضرتك قرات العديد من الكلمات اللي بتقول كان في تحريض على العنف، في تحريض على الفتنه الطائفيه وعلى غيره. هل انتم نفسكم يا دكتور ايمن، يعني زي ما حضرتك ذكرت حضرتك مالك القناه، هل في مراجعات داخل القناه نفسها على المواد اللي كان بيتم تقديمها على المحتوى نفسه؟ والله يعني احنا صنعنا ميثاق شرف خاص بينا منذ اكثر من سنه، وبالقطع سعينا ان الناس تلتزم بيه
التزام كامل. لا أدعي أبدا أن هذا حدث بنسبة 100%، لكن خليني أقول لك وبوضوح وبصراحة، أتحدى أي كائن من كان في مصر أو في غيرها أن يجيب مقطع واحد فيديو منسوب لقناة الشرق تحديدا، وهي القناة التي أملكها والتي أستطيع أن أتحدث عنها، في تحريض ليس فقط على عنف، لا على كراهية أو على دم أو تبرير لعنف، هذا لم يحدث على الأقل في قناة الشرق نهائيا. أظن أن في يعني مقاطع أخرى من أماكن أخرى يعني يبدو أن كان يعني في تجاوز وفي خطأ في هذا، وأنا بعتقد أن ده خطأ لابد من تصحيحه والاعتذار عنه إذا كان هناك ضرورة لذلك. لكن كمان على الجانب الآخر أتمنى يعني أن يصلك من الإعداد أحد الفيديوهات اللي كان بطله المذيع المصري محمد الباز، اللي قال فيه نصاً أنا بدعو لأي شخص يلتقي بأيمن نور أن يقتله. هتسألوني ده تحريض على القتل؟ ده تحريض على القتل. هذا الفيديو موجود ومترجم لكل اللغات، وإحنا الحقيقة يعني أمام مثل هذا التحريض على القتل أي تجاوز حدث من أي من يا القنوات دكتور أيمن، الموجودة هو في بشكل تركيا. واضح احنا بالتأكيد ضد أي تحريض على القتل وتحريض على العنف وتحريض على الفتنة وضد الخطاب الكراهية، سواء كان خارج على أي قناة داخل القطر المصري ولا خارج القطر المصري، حضرتك تملكها ولا أي جهة من الجهات المصرية تملكها، احنا ضد الموقف ده. حضرتك قلت أنا أتحدى أن أي حد يلاقي أي تحريض على قناة الشرق. خلينا نتجه للنقطة اللي مظبوط. بعدها يا فندم. من بعض التفاصيل من بعض الأخبار المتداولة قالت إن الجانب التركي أعطى يعني بعض توجيهات محددة، زي عدم ذكر مثلا اسم الرئيس السيسي مرة أخرى، عدم تتبع أخباره أو أخبار عائلته، عدم ذكر ملف القوات المسلحة في سيناء وإلى آخره. هل المعلومات دي صحيحة يا دكتور أيمن؟ لا لا لا، هذه التفاصيل لم يتم التطرق إليها. احنا اتفقنا ان في معايير دولية سواء كانت خاصة بالريتوك او خاصة بالأوفكوم او غيرها، احنا سنلتزم بيها نصا وحرفا. الحديث عن زوجة شخص بيعمل في العمل العام، انا بعتقد ان ده يعني لا يتفق مع المعايير، لأن الموظف العام ينقد في عمله ولا ينقد في أسرته. مثل هذه الأمور مسائل بديهية، وإحنا الحقيقة كان دايما ننبه زملائنا لضرورة الالتزام بهذا. طبعا كان بيحصل أخطاء زي ما أي قناة بيحصل فيها أخطاء، لكن الحقيقة كان دايما إحنا متنبهين عدم الخلط بين الخاص والعام، وأعتقد إن ده هيظهر بصورة واضحة في الفترة القادمة دون تأثير على رسالتنا ودون تأثير على مضمون القناة كقناة لها رؤية معارضة ستعبر عن معارضتها بشكل موضوعي وبشكل مهني يعني يا استاذ وحرفي ايمن، أفضل. الدكتور ايمن، القناه هتستمر بنفس الشكل وهتقدم ايضا نفس البرامج السياسيه، ما فيش اي تعديل في خريطه القناه ولا محتوى البرامج، لكن فقط مزيد من الالتزام بالميثاق اللي تم الاتفاق عليه مع الحكومه التركيه، مظبوط كده؟ إلى حد كبير هذا كلام دقيق. طيب احنا بنشكرك، شكرا ليك، كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف الدكتور ايمن نور، رئيس قناه مالك قناه الشرق، شكرا ليك يا دكتور ايمن. وينضم إلينا من الدوحة محمد عزام الكاتب الصحفي، وينضم إلينا أيضا من اسطنبول الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة سكاريا. أهلا بكم معايا، شرفتوني. وخليني بعد إذنك يا دكتور خيري، خليني أبدأ مع محمد. محمد، يعني خلينا نتكلم في المشهد بشكل عام، يعني المشهد ككل، قنوات شغالة من سنين في تركيا تقريبا على مدار كل السنوات اللي مضت دي بيقدموا نفس المحتوى، ايه سبب التغير ده فجأة تجاههم؟ طيب، مساء الخير. سبب التغير ده هو بكل وضوح تأثير السياسي على الإعلامي. احنا أمام مشهد سياسي في متغيرات
كبيرة جدا. الدولة التركية لديها مصالح مع الدولة المصرية، وبالتالي كان لابد من الوصول إلى توافق ما. التوافق هذا أحد أركانه أكيد هتكون ما يمكن أن نسميه أوراق الضغط اللي لدى كل منهما. الدولة المصرية عندها معارضين أتراك موجودين على أرضها، اللي هو جماعة فتح الله كولن، استثمارات إعلام خاص بجماعة فتح الله كولن زي جريدة زمان، دار النيل للنشر، مجلة حراء وخلافه. الدولة التركية عندها القنوات المصرية المعارضة الموجودة، مكملين الشرق، تلفزيون وطن وخلافه، سياسيين مصريين معارضين موجودين. يعني كلا الطرفين لديهم في هذه النقطة تحديدا صار لديهم مصلحة مشتركة، وبالتالي الدول عندما تجد أن المصلحة المشتركة تتعلق بملفات مثل هذه، أسهل شيء هو ضغط السياسي على الإعلامي، هو تأثير السياسي على الإعلامي. بالتالي يعني صار المشهد كما نرى حاليا، وكان طوال الوقت بالمناسبة يعني فيما يتعلق مثلا في مصر، كانت هذه القنوات يتم يعني التقليل من أهميتها والتأكيد على أنها ليست ذات شأن ومحتواها لن يؤثر غير مشاهد وليس واصلا وليس نافذا. ولكن في نفس الوقت برضو تلاقي ان القنوات المصرية طول الوقت بتقوم بتفنيد هذا المحتوى، فكانت علاقة ملتبسة كده مع هذه القنوات من وجهة نظر الدولة المصرية. ساعات تراها عن طريق وسائل الإعلام الخاصة بتاعتها، ساعات تراها ان هي وسائل إعلام ليست لها قيمة، وساعات أخرى تهتم بتفنيد محتواها. الدولة التركية بالمناسبة عندها يعني هذه القنوات موجودة من فترة وبتشتغل بكل أريحية، ما يعني ما حدش كان بيتكلم معاها في أي شيء، لكن وقت ما تيجي المصلحة الخاصة بالدول أوراق الضغط هي أسهل يعني أمر ممكن أن يتم طب التضحية محمد بيه. خليك معايا ونتجه إلى اسطنبول ودكتور خيري. دكتور خيري، محمد شايف إن ده مشهد سياسي بالدرجة الأولى، يعني إيه تفسير المشهد السياسي ده؟ وهل التطور ده كان مفاجئ ولا ما كانش مفاجئ بالنسبة لحضرتك وكان ليه جذور قديمة؟ هو بالنسبة للمشهد السياسي في العلاقة بين تركيا يعني كدولة مضيفة للمعارضة المصرية، هو أعتقد أنه من حيث التطور الطبيعي هو ما كان لم يكن مفاجئ بالنسبة لي، لأن كان هناك يعني نوع أن الأتراك اكتشفوا أن المعارضة المصرية ليست قادرة وليست جادة في كثير من الأمور، وأن مسألة الإعلام هي تركت فقط لأنها يعني لا تؤثر على السياسة الخارجية التركية بشكل كبير، بقدر أن مواقف الدولة التركية نفسها هي التي حددت علاقتها السياسية بمصر أو بالدول العربية، وخصوصا أن هذه، وبالتالي أعتقد أن ما حدث هو جزئيا يتعلق بالمناقشات التركية المصرية حول الشرق المتوسط وليبيا وغيرها، وأن ملفات المعارضة أعتقد أنها طرحت على هامش هذه المناقشات، يعني رغم أن الرئيس السيسي يعني مثلا تناول الإعلام بشكل مخصص في مرتين أو 3 مرات في السنة الماضية، إلا أن أعتقد أن المسألة هنا ذات شقين. الشق الأول أن تركيا لا ترى أن هناك جدوى لوجود معارضة مصرية وتنشط على أراضيها، جدوى سياسية أو جدوى حتى مهنية. والشق الثاني هو أن تدافع المنطقة كلها حول إجراء مصالحات يقتضي أن تكون هناك تسويات لبعض الملفات، وقد أعتقد أنه لا هناك احتمال أن هذا لم يكن بضغط مباشر، يعني هناك مفاوضات بين مسؤولين في مستويات الأمن والاستخبارات، لكن هذا أعتقد أنه يغلب عليه الطابع الفني وليس الطابع السياسي. المسألة الأساسية أمام تركيا هي كيف تهدئ هذا الملف بعد ثبات عدم الجدوى السياسية لوجود معارضة على أراضيها. لا، ليس هناك مشروع سياسي تناوله الإعلام بقدر ما هو كانت الهيمنة المستمرة، هو عملية خطاب متبادل بين قنوات في اسطنبول وقنوات في القاهرة، وعملية يعني نوع من
العمل الإعلامي الغير منظم، يعني في الأخير يعني ليس هناك أجندة واضحة ولا خطاب إعلامي، بغض النظر عن أنه ليس هناك مشروع سياسي أصلا تخدم عليه هذه القنوات. وبالتالي كان يعني هناك سائد أن كل مقدم برامج هو فقط يحدد اللغة التي يمكن أن يظهر بها نعم والموضوع نعم والمحتوى وهكذا. وبالتالي أعتقد أن تقييمات الأتراك الدولة التركية، وكان هناك نقاشات أنا أعتقد حول هذا الموضوع، أنها كان هناك اختلاف في التقييم، أن المعارضة يمكن أن تكون مفيدة أو غير مفيدة. وأعتقد أنه بعد 8 سنوات أعتقد أنه يعني تم الاستقرار على أنها يعني غير مفيدة. لكن كيفية التصرف في هذا الملف يعني الذي يعني تكون وتراكم عبر هذه السنوات أعتقد سوف تكون مجال للنقاش، وخصوصا مثلا كيف يتم حل تسوية الوضع القانوني، ترتيب الخطاب الإعلامي، وكيفية التصرف في الشركات وهكذا. بأعتقد أن ما يمكن التوصل إليه في الوقت الراهن هو تعديل في الخطاب الإعلامي أو ضبطه، نعم، بحيث في الأخير وده أنه اللي إذا شاركوا خضع معانا دكتور أيمن فعلا، قال إن سيكون هناك مزيد، يعني مزيد أنا ومزيد من الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي اللي ده تم الاتفاق عليه ما بين المصريين الموجودين هناك مسؤولين عن ملف الإعلام وما بين المسؤولين في الحكومة التركية. ولكن خليني أسأل محمد، يعني محمد، زي ما انا ما بقول دلوقتي، دكتور ايمن قال ان هيكون في التزام، لكن احنا بنتمنى اصلا ان ايضا ان الجانب المصري والقنوات المصريه تلتزم هي ايضا في ميثاق الشرف الاعلامي. واحنا تابعنا تصريحات وزير الاعلام المصري اسامه هيكل على البي بي سي، وقال وكان بيبارك يعني الخطوات دي وبيعتبرها خطوات تجاه مستقبل افضل ما بين البلدين. هل بتتوقع ان فعلا ممكن يحصل بعد مفارقه وزير الاعلام المصري ان يحصل ايضا تغير في محتوى الاعلام المصري؟ خليني أقول لك إن يعني بس معلومة بسيطة أكدها لي 3 مصادر، إن خلال اللقاءات اللي تمت ما بين المصريين والمسؤولين الأتراك كان الكلام على إن يعني هناك تقييم هيكون خلال 3 أشهر للخطاب ورؤية، يعني تقييم ورؤية لما حدث خلال هذه الفترة. أعتقد ده مرتبط بشكل كبير بالطرف الآخر اللي هو المصريين، القنوات المصرية. من الطبيعي بعتقد إن لما يحصل تهدئة في تركيا من هذه القنوات، وإن هي لن تتناول الرئيس السيسي أو تتناول يعني الأمور التي يرى الجانب المصري أنها حساسة وغير مقبولة تماما، الملفات التي يرفضها، يعني هنجد بالمقابل القنوات المصرية لن تتناول الدولة التركية ولن تتناول الرئيس أردوغان ولا الأمور التي يراها هذا الطرف حساسة. يعني الأتراك عندهم ملفات حساسة لا يقبلون مثلا أي نوع من أنواع الهزل فيها، مثلا زي موضوع الأكراد وخلافه يعني. وكانت الصحف المصرية بتتناول هذه الأمور، بس الصحف المصرية أنا في رأيي يعني مش عامل مهم عند الأتراك، لا الإعلام المصري الناطق بالعربية ولا الصحف المصرية الناطقة باللغة العربية مهم عندهم. أنا بعتقد أن الأتراك هيركزوا على فكرة المعارضين الأتراك الموجودين على أرض مصر في ملفات معروفة طبعا، زي اللي اتقالت قبل شوية، شرق المتوسط، ليبيا وخلافه، دي أكيد هي الملفات الكبرى والمهمة. ولكن الملفات يعني التي تستخدم ل يعني ابداء نوع من حسن النيه ما بين الطرفين هي ملفات الاعلام وملفات المعارضه الموجوده على ارض كل منهما. فبتصور ان هيحصل نوع من انواع يعني التهدئه المتبادله، وهذه الملفات هتتطور. كيف هتتطور؟ انا رايي ان احنا امام يعني سيناريوهين رئيسيين، يا اما بعد الاشهر المقبله دي ال3 اشهر هيحصل ان خلاص يعني استمروا على هذا المنوال، وهذه القنوات الموجوده حاليا في اسطنبول عندها مشكله كبيره في ان هي تقوم بالنزول من على الشجره، لان انت لما بيكون سقف خطابك السياسي عالي جدا بيبقى يعني من الصعوبه بمكان انت تعيد ضبطه وتعيد ضبط الافراد اللي بيشتغلوا معاك وتضع لهم يعني دليل تشغيل او تضع لهم ممكن نسميه دليل سياسه تحريريه مختلف تماما وتدربهم عليه يعني. فالامر معقد بصراحه، ويعني امر لا يحسد عليه احد يعني. نعم.
طيب يعني خليني اعود مره اخرى دكتور خيري، وفي مصادر من الطرفين الحقيقه، من الطرف المصري ومن الطرف التركي، قالوا ان مصر لم تطلب تسليم المعارضين الموجودين. هل الخيار ده مستبعد تماما ولا من الوارد مع تطور العلاقات ان ده يعود مره اخرى الملف ده للصف وان يبدا فيه نقاشات ما بين الدولتين؟ أعتقد أن الملف يمكن أن يكون مطروح على الطاولة طالما طرح موضوع الإعلام، لأن هي الاثنان الجزئان مكملان لبعضهما. لكن يعني أعتقد في مسألة المراس السياسي في الدولة التركية هي أنها لا تسلم معارضين قاموا على ذلك بغض النظر عن الحكومات، حتى في الحكومات السابقة بحكم الشعب الجمهوري وغيره لم يحدث ذلك. يعني سمعت هذا كثيرا من مسؤولين أتراك وقالوا أن هذه هناك قوانين حماية إنسانية كثيرة. لكن ما أريد هنا أريد أن أشير إلى أن هناك اختلاف في نمطي المعارضة في البلدين، يعني بمعنى أنه هناك صعوبة في أن تكون هناك معاملة بالمثل أو مطالب متماثلة من المعارضات. يعني من ناحية مصر ليست متضامنة تماما مع وجود فتح الله جولن، وجود أنشطة لفتح الله جولن، وأنه يمكن كبحها أو وقفها في أي وقت لأنها ليست كبيرة وليست مؤثرة في السياسة المصرية أو الاقتصاد المصري. أما المعارضة المصرية في تركيا فهي مختلفة تماما، فهم يعني أغلبهم يعني مواطنين مصريون وجاءوا في ظل أزمة سياسية يعني وبشكل يعني متراتب وممنهج إلى حد ما، بحيث أن إقامة الأنشطة سواء القنوات أو المظاهرات أو غيرها أعتقد أنه مختلفة عن وجود حركة جولين في القاهرة أو من يتبعه، وهم يتبعون لا أعتقد أنهم بشكل غير منظم. ومن هنا أعتقد أن المسائل يمكن ما زالت قابلة للتسوية وقابلة للضبط، باعتبار أن مثلا أن المعارضة القنوات الفضائية مثلا هناك ليس محتوى سياسي في للمصريين في اسطنبول، ولكن القضية الأساسية هنا كيف يتم ضبط هذا الخطاب. وأعتقد ما أشار إليه الأستاذ محمد عزام في عملية المراجعة الدورية وتحت تضييق النطاق السياسي المواجه أو الناقد للحكومة في مصر هو سوف يكون أحد المعايير المهمة في استمرار أو عدم استمرار هذه القنوات، وخصوصا أن المسألة موضوع ملكية هذه القنوات أعتقد وطرق تمويلها أعتقد هي من الأسئلة التي أيضا يمكن أن تثيرها أو تثار في المناقشات بين نعم. الطرفين. والمناقشات هنا أعني كلمة المناقشات هي ليست مفاوضات، لأنها مناقشات بين أجهزة أمنية أو استخبارية، وأن هذه الأجهزة هي ترفع للمستوى السياسي الذي يتخذ القرار الذي يراه. طيب بالعودة إلى محمد، يعني خليني أكلمك، يعني خليني أحطك يا محمد في الصورة. أكيد أنت تابعت الجدل ده الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي ما بين طيارين الحقيقة من الإعلاميين ومن الصحفيين. مجموعة بتقول إن اللي حصل ده هو هزيمة كبيرة لحرية الرأي والتعبير قدام سلطة، مش سلطة واحدة كمان، ده سلطتين، السلطة التركية في تركيا والسلطة في مصر. والبعض الآخر شايف إن لا، اللي حصل ده مش هزيمة لحرية الرأي والتعبير، الحقيقة إن كان في جزء كبير من المحتوى اللي بيتم تقديمه هو محتوى غير مهني، ولو كان موجود في أي دولة ديمقراطية كان هيخضع للمسألة القانونية، ومش بعيد إن هو فعلا يتم تغريم القنوات دي مبالغ تضطرها في النهاية إن هي تقفل أصلا. فباللي حصل ده وان إيجابي. شفت الجدل ده إزاي ورأيك فيه إيه؟ أنا تابعت طبعا الجدل ما بين الطرفين، بس في البداية لازم الواحد يؤكد على يعني أمور هي من البديهيات بس لازم الواحد يؤكد عليها. أول نقطة، يعني الواحد بشكل كامل يرفض إغلاق أي وسيلة إعلام، يرفض التضييق على أي وسيلة إعلام، يرفض المساس بأي صحفي من الصحفيين في أي وضع، لأن في النهاية يعني دي مهنتنا، يعني فالواحد لا يقبل تماما إن صحفي يحرض على صحفي أو إن صحفي يرى في التضييق على وسيلة إعلام إن ده أمر جيد، يعني ده أمر مرفوض تماما. الطيارين اللي شافوا الموضوع ده كلاهما محق يعني بطريقة ما. إزاي؟ إحنا دلوقتي أمام تيار بيرى إن ده تضييق، آه فعلا ده تضييق، دي قنوات كانت بتشتغل بسقف كبير جدا من الحرية، حدودها السماء، ما عندهاش أي نوع من أنواع الكوابح أو الضوابط. الأمر ده
ممكن تستغله بشكل جيد وممكن في نفس الوقت يؤدي بيك لو ما فيش توجيه سليم وتدريب وتكوين ومراجعة دورية ومراقبة دورية للمنتج والمحتوى الإعلامي يؤدي بيك لكوارث. بالتالي صحيح القنوات دي لو كانت موجودة في أي دولة، يعني مثلا بريطانيا أو شيء، وهتراقب عليها هيئة البث، هيبقى في يعني مراجعة ليها، أو هيبقى في بعض الأوقات انتقاد ليها، ولكن كان هيكون عندها ميزة مهمة جدا، إن هي يكون عندها دليل تشغيل من البداية. هتعرف إزاي ما تقوله وما لا تقوله، ما هو مقبول وما هو غير مقبول. اللي حصل في تركيا هو وضع وجد العديد من المعارضين المصريين نفسهم مرة واحدة في تركيا، كثير منهم يعني ما اشتغلوش بالعمل الإعلامي، ليست عندهم أي خبرات، مرة واحدة أصبح العمل الإعلامي هو بديل السياسي. يعني هؤلاء المعارضين في النهاية هم كانوا بشغلانتهم الأساسية هي المعارضة والعمل السياسي، فأصبحت القنوات دي بمثابة منابر سياسية بتقدم خطاب سياسي في الأساس. نعم. لا يمكن أن أنت تحاكم الخطاب السياسي بمنطق الإعلامي، ولا يمكن أن أنت تحاكم الإعلامي بمنطق السياسي. كل واحد منهم يعني له وظيفة مختلفة، ولكن للأسف في بلادنا اللي هي المجال العام، البلاد العربية والشرق الأوسط وخلافه، كل هذه المناطق يعني اللي المجال العام فيها بيصبح بيضيق، والناس بتضطر أن هي تخرج من بلادها لبلدان أخرى، بتجد نفسها تمارس السياسة من خلال الإعلام. لا، الإعلام حاجة والسياسة حاجة، وبالتالي الطرفين كل واحد منهم كان شايف وجهة نظر ما، لكن لا يجوز تماما أن حد يشمت في أي وسيلة إعلام أو يفرح في التضييق عليها أو في التضييق على أي صحفي. بالعكس، لابد ان احنا طوال الوقت نطالب الجميع بان يا جماعه هناك طريقه لانك تمارس العمل الاعلامي بدون ما تسب، بدون ما تشتم، بدون ما تحرض على عنف او طائفيه او خطاب كراهيه وخلافه، وفي نفس الوقت تقدر انت تعمل محتوى اعلامي جذاب برضه ومقبول، وتفصل ما بينه وما بين المحتوى السياسي اللي تقدمه كمحتوى متخصص منفصل تماما، لا يوجه المحتوى الاعلامي ويسيطر عليه ويجعله اسير لطريقه السياسي في التعامل مع مختلف مجريات الأمور. نعم. طب دكتور خيري، سؤال أخير، يعني قراءة للمستقبل، هل ممكن ينعكس التقارب اللي حصل ما بين الدول اللي شهدت أزمات علاقتها كان فيها أزمات في الفترة الأخيرة، وشهدت تقارب أيضا في الفترة الأخيرة زي مصر والسعودية وقطر، أو الآن مصر وتركيا، هل ممكن التقارب اللي بيحصل دلوقتي يؤدي إلى تقارب ما بين القوى السياسية المصرية، ولا ممكن يؤدي إلى مزيد من التباعد؟ بالنسبة للعلاقة بين القوى السياسية المصرية، أعتقد هي تاريخيا هي متباعدة، ولا أتوقع في المستقبل القريب أو المنظور أن يحدث بينها تقارب، يعني سواء للميراث التاريخي الذي يعني المتنافر فيما بينها منذ أربعينات القرن الماضي، وأن الوضع الحالي لا يؤهل لأن يكون هناك عمل متجانس أو مشترك حول قضية ما، باعتبار أن كل من الأطراف الثلاثة أو التيارات الثلاثة الاشتراكية والإسلامية والليبرالية هي لم تسعى في مرحلة ما إلى أن تكون هناك جسور مشتركة فيما بينها، وهذا يظهر كثيرا في مراحل الأزمات المختلفة، وأنها المساعي للتقريب أو التمحور حول موقف موحد كثيرا ما تلقى صعوبات. وإذا ما مثلا إذا نظرنا إلى العام تجربة المعارضة المصرية في المنفى أو في الخارج، يعني كانت مليئة بكثير من التباعد والتنابز أحيانا والعمل المنفرد، ويعني هناك مثلا عندما أشار الدكتور أيمن نور للاتحاد المعارضة المصرية أن هناك من شارك فيه ويعمل في نفس الوقت ضده، يعني يشارك في كيانات أخرى كالمجلس الثوري وغيرها، وبالتالي هناك عدم اندماج أو عدم يعني قابلية فعلية لأن تكون هناك مظلة واحدة تعمل تحت لهدف واحد، وخصوصا أن الصعوبات الحالية في الإعلام أعتقد أن هناك يمكن التمييز بين الإذاعات الموجهة المملوكة للدولة والمنصات الإعلامية التي يعني تعمل لخدمة معارضة في الخارج، وبالتالي هنا أعتقد أن الأزمة الحالية أو الوضع الحالي سوف يفرض كثيرا من التحديات والأسئلة أمام السياسات أو الكيانات السياسية المصرية، والتي أعتقد أنها يعني هي تجربة في الخارج حديثة نسبيا،
ولا تستند إلى ميراث سابق في العمل السياسي من خارج البلاد. ومن هنا أعتقد أن المستقبل إذا لم يحدث هناك تطوير للمحتوى السياسي وإعادة ربطه مرة أخرى بالمصلحة الوطنية ووضع منظور واضح لهذا، أعتقد أن سوف تكون المشكلات في المستقبل يعني مترامية أو يعني متكاثرة إلى حد كبير، بحيث أنه لا يمكن يعني وجود جدوى واضحة من عمل سياسي في الخارج. بنشكرك، كنت معنا من اسطنبول الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة زكريا، وشكرا ليك أيضا كنت معنا من الدوحة الأستاذ محمد عزام الكاتب الصحفي، شرفتوني، شكرا لكم. تواصل النيابة المصرية تحقيقاتها في واقعة وفاة شاب بمدينة شبين القناطر وسط تضارب أنباء حول سبب الوفاة، حيث ينقل الأهالي شهادات حول تعرض الشاب للاعتداء من ضابط شرطة، بينما تنفي وزارة الداخلية. نشاهد المزيد من التفاصيل، وبها ننهي النصف الأول من حلقتنا. أهلا بكم من جديد. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، حيث سيبقى سعر الإيداع عند مستوى 8.2 وسعر الإقراض عند 9.25. ويرجع البنك المركزي أسباب القرار إلى استقرار مستوى التضخم والبطالة، وكذلك اتجاه معظم المؤشرات الأولية إلى التعافي التدريجي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وبينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور وائل النحاس، مستشار اقتصادي وخبير أسواق المال. أهلا بك معايا دكتور وائل، وفي البداية قول لنا إيه قراءتك لهذا القرار، وياريت لو تشرح لنا بشكل بسيط كده عشان غير المتخصصين من السادة المشاهدين يقدروا يفهموا أسباب هذا القرار. اهلا بك يا استاذ سلمى، اهلا وسهلا دكتور كريم، اهلا بك. هو طبعا تقريبا التثبيت سعر الفائده كنا متوقعينه كخبره، ودي تقريبا المره الثالثه على التوالي من نهايه عام 2020 حتى الان. وده يرجع للسبب الحقيقي ان بالفعل ان تقريبا الودائع الموجوده داخل البنوك المصريه دي تقريبا تمثل جزء رئيسي او العائد بتاعها جزء رئيسي وهام جدا بالنسبه للدخل المصري. اصبح النهارده تقريبا معظم المصريين النهارده بيحاولوا ان هم يعتمدوا على عائد بتاعهم من الودائع وما شابه ذلك داخل القطاع المصرفي او حتى الودائع الادخاريه ويقدروا ان هم يصرفوا فيها.
وشفنا ده تقريبا كان واضح جدا خلال الفتره اللي فاتت، ان حركه البيع والشراء لما كانت الفايده بالفعل مرتفعه قرابه حوالي 20%، كان في النهارده حركه بيع وشراء كويسه جدا، وكان في رواج داخل الاسواق وما شابه ذلك. ولكن لما كانت الفايده بتنخفض كنا بنلاقي تقريبا بعض التاثيرات السلبيه، ولكن الدوله او البنك المركزي كان بيبرر ان هو عايز يشجع الاستثمار، فبالتالي عايز يشجع عمليه الاقراض، فبالتالي ان هو عايز يعمل عمليه تنميه ثاني للمشروعات وما شابه ذلك، وعجله الانتاج انها تشتغل. ولكن بالفعل الفترة الأخيرة اللي احنا بنتكلم عليها، ان لقينا ان منطقة الثمانية ربع هي منطقة أهم محورية، يعني البنوك المركزية البنك المركزي قام بتثبيت سعر الفايدة بالفعل الثمانية ربع، بس ابتدى النهاردة يدي صلاحية مهمة جدا، ودي أعتقد كانت بالنسبة للبنك المركزي يعني نقطة أساس وتركيز، ان هو بدأ يفتح النهاردة المصريين ان هم يقدروا يشتروا أزمات خزانة، ويقدر ان هو يشتري بالفعل سندات حكومية. يعني انا النهارده بالفعل اقدر اشتري السندات الحكوميه واذونات الخزانه من خلال البنك بتاعي او اي بنك يعمل داخل الدوله المصريه، بروح اقول له انا عايز اشتري النهارده بما يعادل مبلغ كذا شهادات، سوري، سندات مصريه او حتى اذونات خزانه، ودي بيبقى العائد بتاعها مرتفع اكتر بكتير جدا من العائد الموجود داخل البنوك او داخل القطاع المصرفي. وده ليه يعني حاجتين، ان هو يرجع بالفعل او يرفع من العائد على اموال المصريين كمدخرات في صوره ان هم بيشتروا ادوات دين حكوميه، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان هو ما بيحاولش يرفع سعر الفايده لانها تاثر بالسلب معاه داخل العجز الخاص بالموازنه او حتى على القروض اللي واخدها الحكومه او الدوله المصريه. فهنا دي الميزه اللي هو ابتدى ان هو يبتكرها، في وعاء استثماري اخر بعيد هو ادوات الدين الحكوميه، اللي عايز يستثمر فيها يا جماعه اتفضلوا استثمروا في ادوات الدين الحكوميه تحت امركم بفايده مرتفعه وفايده اعلى بكثير من الودائع. انما ان هو يخفض النهارده اعتقد ممكن تقابله مرحله عكسيه، لو خفض سعر الفايده عشان بنتكلم النهارده عمليه الدولار وما شابه ذلك، ان ممكن يتحول المواطن المصري النهارده يا اما بسحب الاموال دي واعاده استثمارها مره اخرى في اي وجه استثمار، وهنا الاستثمار اللي موجود داخل الدوله المصريه، وتقريبا وسائل الاعلام المصريه صرحت باكثر من مره ان هناك عمليات نصب واحتيال عن طريق وجود من هم يقامرون بفلوس بعض الافراد المصريين والاستيلاء عليهم وما شابه ذلك في المراهنات على عملات افتراضيه وما شابه ذلك، او حتى انهم بيوعدوهم بعوائد مرتفعه جدا ثم يختفون هؤلاء الافراد. فالدوله حابه تعمل نوع من انواع الاتزان النسبي، ان النهارده والله الناس اللي هي البسطاء اللي عايزين يحطوا فلوسهم في البنوك فاحنا مثبتين سعر الفايده على 8 وربع. النهارده رجال الاعمال اللي عايزين يقترضوا والله سعر الاقراض بالفعل 9 وربع. النهارده بالنسبه للي عايز عائد مرتفع عندنا ادوات الدين الحكوميه تقدروا انكم تشتروها من خلال اي بنك يعمل تحت مظله البنك المركزي داخل الدوله المصريه. فدي هي المعادله تقريبا الممتازه، واعتقد ان احنا ممكن نستمر عليها حتى نهايه. بنشكرك، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور وائل النحاس، مستشار اقتصادي وخبير أسواق المال، شرفتنا يا دكتور. قررت الحكومة المصرية خفض شرط مدة تملك السيارة للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة من 3 أعوام إلى 2 عامين. وقالت وزارة المالية إن القرار يأتي في إطار الحرص على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات التي مضى على صنعها 20 عاما أو أكثر، بأخرى جديدة مصنعة محليا تعمل بالوقود المزدوج سواء بالغاز الطبيعي أو بالبنزين. وقالت الوزارة إنها تلقت حتى الأمس الخميس نحو 60,000 طلب. اعتمدت وزارة الصحة والسكان استخدام اختبار الأجسام المضادة السريع أو ما يعرف برابيد تيست في تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات. جاء ذلك وفقا للخطاب الذي أرسلته الوزارة هذا الأسبوع إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، ونشره موقع مصراوي، متضمنا تعريفا جديدا لحالات الإصابة بكوفيد 19 وكافة الأعراض لتشخيص المرضى. وخلال الفترة الماضية كانت المستشفيات تؤكد الإصابة بكورونا فقط عبر إجراء المساحات. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة المصرية استمرار عملية التطعيم بلقاح استرازينكا بعد عدم رصد أي أعراض جانبية عند من تلقوه في مصر.
وبينضم إلينا في الاستوديو من لندن الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزارة الصحة سابقا. أهلا بك معايا دكتور مصطفى، شرفتني يا دكتور. وخلينا نبدأ من القرار اللي أنا وزارة الصحة أعلنت عنه، واستخدام الرابيد تيست ك يعني اختبار لتشخيص كورونا. إيه رأي حضرتك في هذا القرار، وفي نفس الوقت يعني إيه المخاوف اللي ممكن تكون معاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتحاد حضرتك استاذ سلمى والجميع الساده المشاهدين، هو الحقيقه كلنا فعلا فوجئنا بهذا القرار الغريب من وزاره الصحه باعتماد الكشف السريع او الرابيد تيست لتشخيص او تشخيص كورونا كاختبار تاكيدي. يمكن دي كانت حاجه مصدر الغرابه الحقيقه، كبديل للبي سي ار. هو الحقيقه ان وزاره الصحه طلعت بروتوكول للتشخيص في يوم 20 اكتوبر من 2020، يعني اكتوبر الماضي، وقالت ان عندنا الحالات مشتبهه ومحتمله ومؤكده. قالت المشتبهه اللي عنده اعراض سخونه وقحه والتهاب في الحلقه او اعراض معويه وفقد الحس الشم والتذوق، ده بيسموه مشتبه وده بيبقى يعني عزل منزلي. لكن لو كان له حد مخالط ايجابي بالبي سي ار او يعمل في مكان فيه ايجابي بي سي ار او حد قريبه مات بي سي ار او عمل، فده بنسميه يعني محتمل. ولو عمل اختبارات ايضا او بعض الفحوصات، لكن المؤكد هو اللي تعمل له فحص بي سي ار. لكن الحاله في الحاله دي لما تعتمد الكشف السريع الحقيقه هترجعنا لمأساه حصلت في مصر في شهر مارس من العام الماضي، يعني من سنه، في بدايه الجائحه في سنه 2020، اما كانت مصر بتقول انها خاليه من فيروس كورونا وبدات اعتمدت الكشف السريع في المطارات، وقالت ان جالها وقتها 250 الف كاشف سريع من الصين، وبدأت الطباقة في المطارات لفحص القادمين من الخارج، وبالتالي بدأت الموجة الأولى تنتشر في مصر إلى كل الانتشار اللي شفناه في خلال العام الماضي. لكن هنا في الحالة دي واضح أن الوزارة لا تتعلم من التجارب السابقة، هتبدأ تستخدمه تاني كإجراء مؤكد بديل للبي سي آر. الحقيقة ده الكلام اللي وارد في الخبر المنشور أو في البيان الصادر من إدارة الطب الوقائي. لكن الحقيقه هنا لازم الفت النظر لنقطه في منتهى الاهميه، ان عندنا الكشف السريع ده نوعين، يعني دي يمكن اوضح للساده المشاهدين او انصح وزاره الصحه بالكلام اللي هقوله. عندنا الكشف السريع نوعين، نوع بيقيس المضادات الاجسام المضاده المنتجه داخل الجسم، وده اللي كان مستخدم في المطارات في العام الماضي وعمل تلك الكارثه. بمعنى ايه؟ ان لما بتخش العدوى داخل الجسم بيبدا الجسم يعمل كرد فعل من توليد اجسام مضاده بعد العدوى بفتره، حتى ولو انتظر الاعراض يبدا يبان عندنا تلك الاجسام المضاده بعد فتره من العدوى. يعني بتكون بتقول ان عندنا حصلت عدوى على الاقل من 10 ايام او من اسبوعين. في نوع ثاني من الكشف السريع اللي هو بيسموه الانتيجين، او جزء من بروتين الفيروس نفسه. ده الحقيقه ظهر في العالم كان من حوالي 3 4 شهور واعتمد فعلا في امريكا، لكن لم ينشر قرار وزاره الصحه لهذا النوع الجديد اللي هو الانتيجين، او اللي هو المحفزات لتكوين المضادات المناعيه. فهذا ده جزء من البروتين، لكن في حين ان فحص البي سي ار ده بيفحص الماده الجينيه للفيروس نفسه، وده ده هو المؤكد. الحقيقه يمكن ده اللي عمل نوع من الارتباك في قرار وزاره الصحه، ان احنا بالتالي الفحوصات مهمه جدا، البي سي ار مهم جدا، والعالم كله بيرتكز عليه لان ده بيدي نتيجه الاقرب بنسبه ايجابيه او نسبه مصداقيه الاكثر. حين الكشف السريع ايا كان نوعه، سواء كان عن طريق المسحه اللي هو بالانتيجين او البروتينات الفيروس، او كان بالاجسام المناعيه عن طريق الدم، نسبه النجاح والمصداقيه لا تتجاوز 34% حقيقيه. وبالتالي لو طلع ايجابي ممكن يكون ايجابي او حتى يكون سلبي، ولو طلع سلبي ممكن ايضا يكون ايجابي. نعم. وبالتالي لا توجد مصداقيه في هذا الاختبار وتعميمه بتلك الصوره، يعني يدينا يعني توجس من وجود كارثه كما حدث في العام الماضي في شهر مارس من 2020. طب دكتور مصطفى، لو اتجهنا الى اللقاح، وزي ما حضرتك سمعت في المقدمه في مسؤول في الصحه قال ان مصر فعلا مستمره في استخدام لقاح استرازينكا بعد، واكيد حضرتك تابعت كل الجدل اللي كان بيدور عليه حول العالم. من خلال المعلومات المتاحه حتى الان، ايه تقييمك لخطه وزاره الصحه لتوفير اللقاحات؟ هو الحقيقه ايضا ده استاذه سلمى من الامور الحقيقه اللي مؤسفه جدا، وانا بتابع الشان المصري، لما تطلع عندنا مسؤوله في اللجنه العلميه للوزيره لمسؤوله الابحاث في اللجنه العلميه بتقول ان احنا بيتم اعطاء اللقاح بمعدل 1000 ل 2000 جرعه كل يوم. طيب لو قلنا 1000 جرعه كل يوم ومصر فيها 100 مليون مواطن،
محتاجين كام 100 سنه عشان نكمل المصريين. ولكن في نفس الوقت لما نقول ان بدا عندنا استخدام اللقاح في مستشفى العز في الاسماعيليه في شهر 24 يناير الماضي، النهارده وصلنا ل 18 في شهر مارس، يعني بقى لنا شهرين كل اللي تم اعطائه اللقاح حسب التصحيحات الرسميه في حدود 11,000، يعني المتوسط حوالي 250 مواطن في اليوم. يبقى ايضا محتاجين يعني 1000 سنه مثلا. الحاجه دي النقط الحاجه العجيبه في هذا الموضوع. الحاجه الثانيه ان ايوه احنا جالنا من الصين قالوا 400,000 لقاح سينوفارم مجاني، اين ذهبت تلك الكميات؟ وجالنا من الهند من معامل اللي هي الهنديه لقاح استرازينيكا الهندي اللي هو اسمه كوفيشيلد الهند، هو ايوه هو مطابق للاسترازينيكا لنفس المصانع لكن في الهند، جالنا ايضا منه كميات، فاين ذهبت تلك الكميات وما هي الخطه؟ والحقيقه على الجانب الاخر لما وزاره الصحه فتحت اللي هو البوابه الالكترونيه للتسجيل، نعم، يوجد عزوفنا المصريين على التسجيل، وكانت الظاهره يعني موقع البي بي سي من لندن هنا درسوا واتكلم عنه في نوع من الخوف من المصريين للقاح، لا يوجد توعيه كافيه من اللقاح. ويمكن اللي زود المشكله اكثر لما الوزيره قالت هنبدا نديه بفلوس او ب 200 جنيه ايضا عمل نوع من الخوف، الناس اصلا فقره. الحقيقه من ناحيه، من الناحيه الثانيه المهمه جدا ان الوزيره اعلنت ان عندنا يبداوا الاول باللي هم الفرق الطبيه في العز والحميات، لكن لم تشر الى باقي الاطباء في باقي المستشفيات او في القطاع الخاص عامه او في باقي الخارج الصحه. الجزئيه الثانيه قالت هتبدا بكبار السن والامراض المزمنه، والحقيقه قالت في حوارها على احد الفضائيات المصريه انها تدي الاماكن المغلقه زي دور المسنين وزي السجون. لم يظهر حتى اللي عندنا في مصر لا خطه للسجون ولا خطه لدور المسنين، والاثنين فيهم كبار سن وهم امراض مزمنه واماكن شبه مغلقه. الحاجه دي كلهم امور حقيقه كلها بنتكلم فيها من باب النصح للوزاره حتى تنتبه الى هذا الامر، حتى يعني حرصا على صحه اهلنا في مصر سواء كانوا من الفريق الطبي او من كبار السن او من في السجون او في دور المسنين، لا توجد خطه واضحه ببرنامج زمني مجدول على المدى الطويل. طيب دكتور مصطفى، تدي ايه نصيحه للناس المتخوفه من الحصول على اللقاحات؟ ايوه، والحقيقه حضرتك تفضلتي في جزئيه من السؤال، موضوع الاسترازينيكا، هو لقاح الاسترازينيكا اللي تواجه اي مشاكل على المستوى العام؟ يعني مثلا طلع عندنا كان حصل مشكله ايوه في اوروبا نوع من الارتباك، 15 دوله اوروبيه كانوا توقفهم، لكن صدر عندنا امس يوم الخميس اللي هو امس بيان او تقرير من الهيئه اليقظه الدوليه بالوكالة الأدوية الأوروبية قالت إن لا توجد علاقة واضحة بين لقاح أسترازينيكا وبين تدلوطات الدم، ولكن ممكن تحصل كحالات يعني متوازية معها ولكن ليست بسببها. وبالتالي بدأت معظم الدول الأوروبية ترجع تاني تستخدم هذا اللقاح، في حين إن هو لم يتوقف في بريطانيا ولا في أستراليا لأنه يعتبر من اللقاحات الآمنة جدا. وكده بننصح المواطنين بالتوجه فعلا لأخذ اللقاح، لأنه حسب كلام منظمة الصحة العالمية باعتبار هذا العام 2021 بيسموه عام تحييد الفيروس، بمعنى التوسع في اللقاحات زائد الاجراءات الغلق زائد الاجراءات الاحترازيه للمواطنين زي التباعد، لبس الكمامات، غسيل الايدي، البعد عن الزحام، هذه كلها منظومه تسير بالتوازي حتى نصل بالمجتمع كله الى بر الامان باذن الله. بنشكرك، كنت معنا من الاستوديو من لندن الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزاره الصحه السابق، شرفتنا يا دكتور، شكرا لك. صناعة العسل الأسود في مصر ليست صناعة غذائية فقط بل تحمل تراثا عريقا أيضا. وبعد التقرير بننهي حلقتنا اليوم، نلقاكم على خير وكونوا سالمين. العسل الأسود رفيق الخبز وغذاء البسطاء، حاضر دائما على موائد الأسر في القرى الصعيدية، يأتي من قصب السكر ويمر بمراحل عدة. العصير منزل من العصار، ينزل على المرحلة الأولانية، بعد كده وقت ينزل على المرحلة اللي بعديها من عصير ليبقى نظام مسلوقة نسبة فيه الحلانية زادت جو، بعد كده وقت طبعا بعد ما نشيل الوش وننظفه يخش على المرحلة اللي هي بعديها، المرحلة اللي قبل الأخيرة طبعا يبقى نسبة عسل بيجي 80%، يخش على الرئيسة اللي هي آخر حاجة قدام خالص آخر حاجة كده، يبقى كده بقت نسبته خلاص كده جربت تستوي 100%، اول ما استوى 100% يترفع في المصافي.
وفي موسم الحصاد تصدح حناجر المزارعين مهللة لقصب السكر المتعطش للماء، فمن قطافه يسدون ديونهم ويدخرون المال لأيام العوز. فرص عمل متنوعة يقدمها لأهالي الصعيد. هي بالنسبة لشغلانة القصب احتبر هي الحاجة الوحيدة مصدر رزق البلد وأهالي الصعيد عامة، تمام، مع المزارع، مع العامل، مع صاحب العصار، مع الجمال اللي هو بيشيل القصب من هناك، مع صاحب الآلة، وكله شاملة كله، هي مصدر رزق نحن الوحيد هنا، تمام. زراعة القصب دي تماما يعني مثلا صناعية يعني بتستهلك ناس كثيرة قوي، ومش كذا ده كذا مصنع هنا، مش مصنع واحد ولا اثنين. صناعة الدبس الأسود لا تزال على خطى الأجداد بانتظار إدخال تطورات عليها تدفع بعملية الإنتاج نحو الأمام. لو في اهتمام بهذه الصناعة لأنها ما زالت بدائية غير قابلة للتطوير، أو إذا كان في تطوير تكاليفه عالية، صاحب العصارة ما يقدرش يعملها لوحده. صناعة لا تخلو من معوقات تؤثر سلبا في الإنتاج بعد التراجع الملحوظ في مساحات القصب المزروعة وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة الكيماوية والأيدي العاملة، جميعها انعكس في ارتفاع تكلفته وقلة العائد المادي من زراعته.